تعرف على إليوت، ففي العام الماضي هذا ما قاله عنه معلموه. يبدو أن ذاكرة إليوت تخونه أحيانا ويمكن تحسينها. إن مهارة إليوت في القراءة والكتابة أدنى من المستوى المتعارف عليه. إليوت هو صبي لطيف لكنه يجد صعوبة في التركيز. كان يجلس لدى عودته قبلة التلفزيون، وكان صعبا دفعه إلى إنجاز واجباته المدرسية. كان يواجه صعوبة كبيرة في الكتابة. ما كنت أحب الدرس كثيرا. كنت أظن أن معظم الواجبات المدرسية مملة جدا. عندما كنت أعود إلى المنزل كنت أخلع حذائي ومعطفي وأرمي حقيبتي أيضا، وكنت أجلس في المقعد وأشغل جهاز التلفزيون. لكن في هذا العام حصل شيء مذهل لإليوت. لقد اختير إليوت ليخضع لاختبار مراقب من الناحية العلمية تحت إشراف جامعة أكسفورد في مدارس في مقاطعة درهام. أما التلاميذ الذين اختيروا فكانوا من بين الراسبين في بعض المواد. تناول التلاميذ 6 حبات دواء في هذا الاختبار. أراد العلماء أن يعرفوا ما إن كانت الحبوب ستحسن طريقة تعلم الأولاد ومدى قدرتهم على التركيز وتذكر ما تعلموه في الصف. وبعد بضعة أسابيع بدأ الأهل والأساتذة يلاحظون فرقا مذهلا. إنه لأمر مذهل، بعد أن بدأ إليوت في تناول الحبوب بات يهتم أكثر بالعمل خلال الشهرين أو الثلاثة الأولى، لدرجة أنه راح يقصد المكتبة. ما عاد يهتم بالتلفزيون كثيرا. كان من الرائع رؤية التغيير الفعلي الذي شهده إليوت، إذ تحسنت طريقته في القراءة كثيرا وكأنه كبر سنتين. بالفعل تحسنت رغبته في القراءة وبات يقرأ الكتاب تلو الآخر. ما عدت أهتم بالتلفزيون كما في السابق، وأصبحت أحب القراءة كثيرا. تحولت المكتبة إلى المكان الأفضل في العالم بالنسبة إلي، فأنا أعشقها. ولم يشهد إليوت وحده هذا التغيير، بل إن الكثير من التلاميذ الذين خضعوا لهذا الاختبار وتناولوا الحبوب نفسها أظهروا تحسنا كبيرا في القراءة والذاكرة والتركيز. وأكدت النتائج ما توصلت إليه الدراسات السابقة. فما هو إذن المكون الذي تحتوي عليه هذه الحبوب؟ ليس مخدرا ولا دواء، إنه مجرد مادة طبيعية متوفرة في بعض الأسماك وتسمى أوميجا 3. يبدو أن لهذه المادة تأثيرا بسيطا ومذهلا على الدماغ. يمكن لهذه المادة أن تساعد على التعلم من خلال تسهيل انتقال الإشارة فوق الفجوة من خلية إلى أخرى. يعتقد العلماء أن أوميجا 3 لا يمكنها أن تساعد الأولاد الذين يرسبون فحسب، بل من شأنها أن تحسن الذاكرة والتركيز لدى الكثيرين بيننا.